من بعد غيابهم من على يوتيوب وتفاعلهم القليل على انستغرام، شارك أنس وأصالة هالستوري واللي علق من خلاله بي بكرة نعود إن شاء الله. أما سيدرا بيوتي فصدمت الجميع بتنزيلها لهالستوري واللي ظهرت فيه كأنها عم تبكي لتطمئن الجمهور وتكشف أنه التهاب على مستوى العين بسبب المرض، وشكرتهم على رسائلهم اللي تلقتها. لما تكون مريضة بتحط في الجارة مش هتطلع كيوت يعني، حتى صوت ما في عين ما في صوت. يبدو أن خلاف نور مار وقمر الطائي لم ينتهي لحد الآن، فبلايف على تيك توك ومن بعد تلقيها لسؤال من طرف التيك توكر السعودي مشاري، والسؤال كان بخصوص نور مار وهذا كان ردها. قمر أنت في واحد قبل كنت تحبينه صح؟ لا ولا تقرأ اسم. طب عادي ما أحب أحد ولا رح أحب، وإذا قرأت اسم رح أنزل. خل نفتح المواجيع عادي يا أخي، خل نفصل. لا ما في مواجيع ولا شيء، بس في شغلات تسم البدن، وذاك اليوم أنت قلت اسم وأنا نفست عليك. طب نفصل البعض. لا 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 فصل حالك. ليه أنا ما بيفصل، لأن الناس اللي بحياتي القديمة ما تستاهل يعني بسياتهم أصلا. أما غيث مروان فدخل غرفة العمليات قبل ساعات قليلة نظرا لمعاناته من مشاكل صحية على مستوى القولون، وشفنا الصور والفيديوهات اللي جمعته مع أصدقاء زياد أبو شعر وأسامة مروة من المستشفى، مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل. دعواتكم. شو شعورك؟ والله شو رأيك؟ والله جميل. أوسي شو رأيك شعوره؟ صراحة نيالك الله يبارك. شو جايب معكم؟ ايوه ارجع بقى للرياكشن.